وطبعا هذا لمن مات على معصيته. أما في ما دام حيا نعم، فإن الإنسان قد يقول مثلا لحي رحمك الله، نعم، أو يرحمك الله، نعم، ويقصد بالرحمة هنا إما الرحمة الدنيوية أو الهداية، فالهداية هي رحمة. فما دام حيا قد يأتي ببعض العبارات التي تحمل على معنى صحيح يليق بحال ذلك، لكن إن مات فيتوقف عن الدعاء له بالرحمة أو بالمغفرة، لأن ذلك يستوجب نوع حب أو نوع موالاة، وهو يعارض الآيات القرآنية التي تنهى عن هذه الموالاة وعن هذا الترضي. جميل شيخ.